صفر. روني في تنفيذ الركنية القائمة الأول صعبة خطيرة والهدف لا جول 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 يفتح مدار التسجيل في ثوب النهائي دوري الأبطال. أن يسجل على الريال هدف بهذه الكيفية من ركنية هذا غير معقول وغير مقبول. أن يسجل هدف بهذا الشكل على الريال وعلى المان وعلى برشلونة وعلى الفرق الكبيرة ممنوع يسجل هدف بهذا الشكل ممنوع. خلطت عليه الامور بين السرعه والتسرع مش عارف اذا ريال مدريد يريد ان يعدل النتيجه باسرع وقت ممكن في وقت المباراه فيها 90 دقيقه ما عندوش الصبر. جول 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 سرع ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسجل هدفه السابع مع ريال مدريد في دوري الابطال بعد 24 هدف سجل